يستوى بيروز بيه عملنا هالحفلة الصغيرة حسب الإمكانيات، حبينا نشارك نحن وياكم بهالحفلة. طبعا نحن كتير مبسوطين فيكم لأنه أنتم وأنتم مبسوطين معنا. نحن كمنتدى جرفان للثقافة والتوعية في تسمر نستغل هذه المناسبات وبالأخص على أطفال، نعتبر الأطفال هم جيل المستقبل، وهؤلاء الأطفال إذا تبنوا تربية جيدة يمكن أن نعتمد عليهم لبناء مستقبل وبناء جيل واع ومثقف. وكان برنامجنا على الشكل التالي، برامج ثقافية ومسابقات وأغاني، وأيضا من هناك من يقلد أصوات بعض الحيوانات. الغاية من هذه العملية لرسم البسمة على شفاه أطفالنا. أديام بيروس بي أميرو فامها تنا بنتا تجربين أصلا قدم توعيتي جبو من الصبا عيدي وماجا أمرقصين وهباليني سترانكوتن كوتن ومترين تشيكر وما قلك تشكرين وأسئلة جمر ترحى عندن وإن ضاناس تندو هبالين قلك هبالين وقت مستندي دستي قاعدة زي جشن فيروز كم جشن رمضان فيروز كم دستر بلد تبع طبعا وبالأخص فيروز كم دستر زاروك عدش زاروك كبارة حرسي مكوناتي كبار حاضرة قاشور بعرب كرماج بي طبعا بر بنابي وبنابي نابندي از بخير هاتنا بان زاروك عد كم دستر كير وقت شالكيك مجموعة مدار تاني طبعا شالكيك نقول كأم استغلال بكين كالترفيهي كأم كيف عايدة وشاهية عايدة أبتال استغلال بكين تنعي بالدار وكل كيف ما تبقون أمجي نفسي ما تبقون حاسي مكونات المجتمع طبعا كالترفيهي.